السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، حياكم الله ومرحبا. البرتة من أهم المعالم في المزرعة، لا وخصوصا لأجل الوقت مثل الحر نسبح فيها. هذه شبقي عليها بقي عريش يغطيها ويغطي جلسة جنبها. البرتة هذه زيناها بطريقة بحيث أنها ترجع الموية أو تقدر تسقي منها، ترجع منظر علشان التصوير، أو تقدر تسقي منها النخل. كل الطريقتين وبشرحها لكم، بننزلها باليوتيوب للفائدة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، تضعوا اللايك ليصلكم كل جديد. فكرتها سهلة جدا وغير مضمونة. تشوفون هذا الصباب، هذا جاي تغذية من الخزان الرئيسي الطويل اللي هناك، هذا تغذية. تاز افتح افتح تغذية، تعال. هذا في البداية إذا بغينا نعبي. بسم الله، افتح. سلام على بركة الله. الحين بدينا نعبي. إذا امتلأت تبي تصب منك، زين، وبعدين تبي تنزل مع الساقي. تعال أوريكم، تبي تنزل مع الساقي، تنزل هنا في المصب ذا، تروح لين تجي هناك وتفيض عاد على النخل. هذا إذا فتحنا التغذية. إذا مثلا فتحنا التغذية وسقينا خلاص، أنا بس نبيها ترجع كصوت موية وتصوير، هناك حاطين غطاس. تعالوا شوفوا هنا غطاس، شوفونه الغطاس هذا يسحب ويرجع من هنا. وين يرجع؟ يرجع للصباب. بسم الله، اللي هو ده جاي اللي مناك ودافنين هنا تحت، وهذا المحبس حق اللي يرجع للصباب. إذا عبينا البرتة وامتلت وسقينا النخل وكلش، سكر ذا وشغل الغطاس، يبدأ يسحب مناك ويرجع ويدور الماء. طبعا ما فيها زيادة تسليح ولا صبات، بنينا بلك 20، خشبنا داخل وجبنا الشبك 8 ملي وصبينا. هنا حطينا بميل البويا والتنر، حفرنا له وصبينا صبة حوله وطلعناه. ليش؟ لو نبي ننظف نحط الغطاس هنا يسحب ما عاد يبقى فيها ولا قطرة. ايش بسوي؟ طبعا هنا في جنبها ترنجة ليمونة، نبي نحط عريش، عاد ما ندري نحط الجلسة من الجهة دي او نحط الجلسة من الجهة دي، بس شكلي بحط الجلسة هنا لان هنا وسع وجنب بيت الوالدة، وبخلي العريش يغطي لين هنا، يعني يغطي البرتة ونمد لين هناك. يصير هنا في عمودين وهنا عمودين وهنا عمودين، وتصير البرتة ظلال تسبح في القائلة في اي وقت. وزير موية وجيب لك جحة وحط عليها خيشة ورشها، وبإذن الله الأمور تضبط. إيه، ونزرع النحوض نعناع هنا. والسلام. بدأ يصب هنا، وبعدين يصب هنا، وبعدين ينزل مع الساقي. طبعا ليش حطينا الحصى؟ حطينا الحصى عشان ما يصرب على الجدار. الله، صب 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 صب. بيشغل لكم عاد عقب ما يمكن كيف عملية تدوير الماء. زين صوت الماء ما شاء الله، صب جدا بدرجة الحصاد اللي صب جدا. الله عاد يصبها خلاص. يروح الحين مع الساقي. طبعا نقدر نفيض على النخل ونقدر نخليه يروح ويرجع، بس ايش نسوي؟ نسكر ذا، هذا التغذيه اللي جاي من الخزان، هذا ما عدنا مسقي النخل الحين بيرجع، بس يعني يصير منظر. ونفتح حق الغطاس، يلا شغل غطاس. الله، حتى صب الغطاس انهق شوي. ايوه، قام يصب تادر ذا. الحين خلاص، الحين عملية تدوير، يروح الماء هنا وينزل ويروح لين تحت ويرجع الغطاس مرة ثانية، فقط منظر. تبي تسقي النخل تسكر ذاك وتفتح ذاك. شوفون هذا يروح للنخل هناك.
انفكينا فيض على النخل زدنا الماء، وما زدنا الماء هو يسحب من البرتسة الصغيرة هذي ويرجع الغطاس هناك ويرجع يصب مرة ثانية. الآن ما عاد في تغذية منها وفيها ترجع الموية، شوفون طبعا يصب من هنا هذه البرتسة تصب تجي هنا تنزل في البرتسة الصغيرة هذه فيها غطاس، الغطاس يسحب ويرجعها مرة ثانية للصباب هناك ترجع تصب مرة ثانية وتخليها تشتغل زي كذا. اللي يقول أبيها في مزرعتي مثلا في بستاني منظر يخليها زي كذا، ويقدر أيضا يستفيد منها كتغذية، يفتح اللي الرئيسي 2 بوصة ويسقي النخل، يعني 2 في 1. وهذا حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا، وبإذن الله تجدون ما يسركم، ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد، تضعون لايك وبدعمكم نستمر.